تحية طيبة لمشاهدي قناة الدار. المنظمة التي ينبغي إعادة النظر فيها موضوع الإث، لأن الوعي بما تتعرض له الظلم في ظل النظام الحالي أصبح كثيرا وأصبح واقعا. اليوم مثلا في رأيي أنه ليس من المعقول في شيء أن نتعامل إلى اليوم بنظام التعصيب الذي هو في أصله نظام قبيلة، نظام قبلي بني على أسس قبلية، كان الغرض منه هو أن يعطى للذكر الذي يحمي القبيلة والذي ينفق عليها والذي يتكفل كل التبعات المالية المترتبة عليها، أن يعطى له نصيب من الإرث. حين كان العم بمقتضى نظام التعصيب أو ابن العم أو ابن العم يأخذ نصيبا من التركة، فلأنه كان يؤدي أدوارا في مقابل ما يأخذه. اليوم هذا العم وهذا ابن العم لا يؤدي أي دور لصالح الأسرة، وبالتالي ليس من المعقول في عصرنا الحالي وبواقع الأسرة الحالية التي تغيرت إلى أسرة نووية أن نجد أن العم وابن العم لا زال يرث مع بنات المتوفى. أظن أنه من الصعب استصاغة اليوم أن يموت الشخص ويترك بنتا واحدة أو يترك عددا من البنات فتتحول نصف تركته أو ثلث تركته إلى أبناء الأعمام وإلى الأعمام الذين لا تربطهم بالأسرة إلا رابطة المعروفة التي نعرفها اليوم في العلاقات ما بين الأسر والأسر وأعمامهم وأبناء أعمامهم. وفي بعض الأحيان في بعض الأحيان قد تكون العلاقة باردة جدا، وأحيانا قد تكون عداوة، ومع ذلك يأتي ذلك العم ويأتي ذلك ابن العم ويأخذ نصف تركة بنتي المتوفى أو ثلث تركة البنات، علما أن هذا التعصيب لا هو نص قرآني ولا هو نص نبوي صريح، ولا هو فقط اجتهاد فقهي مبني على واقع معين وسياق معين. هذه نقطة من النقاط التي يمكن مناقشتها في باب الإرث. من النقاط التي يمكن مناقشتها أيضا الوصية، والوصية ذكرت في القرآن أكثر من مرة، بحث عليها القرآن أكثر من مرة، بل ذكرها على وجه الإلزام والفريضة، ومع ذلك نجد أن الفقه الإسلامي الذي نتعامل به اليوم قد غيب موضوع الوصية. حتى مدونة الأسرة وضعت شروطا وقيودا، لا وصية لوارث ولا وصية أكثر من الثلث. هذه الشروط ينبغي أن يعاد فيها النظر، خاصة أن القرآن حين تحدث عن الوصية ذكر أنها للوالدين والأقربين، ولم يقل أنها لغير الورثة، بل على العكس من ذلك أكد على أنها للوالدين وأكد على أنها للأقربين. هذه مواضيع يمكن تعديلها ومناقشتها في هذا الباب. والأساس من هذا كله أنه ليس في كل هذا، ليس في كل ما تحدثت عنه، ليس في المطالبة بالنقاش ولا المطالبة بالتعديل ما يتعارض مع القرآن ولا مع أصول الدين، بل على العكس من ذلك هذه هي مقاصد الدين. لأن أعظم مقصد جاء به الدين ليس هو الوقوف عند النصوص بحرفية، هذا ليس مقصدا من مقاصد الدين. المقصد الأساسي الذي جاء به الدين هو العدل، هو إقامة العدل بين الناس، ومن العدل أن نغير هذه القوانين بما يتوافق مع المتغيرات التي يعرفها الواقع. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.